مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتجهيز إعدادات الإقلاع الخاصة بلابتوب سامسونج الميني. نعم، هذا جهاز ميني صغير جدا، رقم الموديل مثل ما أنا شايفين الـ N150 بلس أو حسب رقم الموديل اللي مكتوب بأسفل الورقة الطويل مثل ما أنا شايفين. طبعا هذا الرقم موجود بخلف الجهاز أو اللابتوب اللي بين إيدينا، خليكم معنا. بالبداية أصدقائي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إذا كان عندك أي سؤال عن لابتوبات سامسونج الميني اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. لا تنسى ما تدعمنا بالإعجاب لأنه هذا الشيء بيزيد من انتشار الفيديو. إذن أصدقائي، للدخول إلى البيوس الخاصة بلابتوب السامسونج اللي بين إيدينا، بالبداية بدنا نقوم بتشغيل اللابتوب من الزر اللي بيكون بالأسفل. طبعا الزر اللي بالأسفل من تحت الجهاز من هذا المكان وليس بالزاوية. بنقوم بتشغيل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F2. بنلاحظ أنه دخلنا على واجهة البيوس الخاصة بهذا اللابتوب. ننتقل انتقالات سريعة شباب بالبيوس لنتعرف على أهم الأمور. الواجهة الأساسية لتغيير التاريخ والوقت هي أول واجهة، ومنلاحظ بداخلها المواصفات الخاصة بهذا اللابتوب اللي بين إيدينا. ننتقل لعند الأدفانس. داخل الأدفانس إذا في شيء مهم لنخبركم عليه، ما في أي شيء بيهم المستخدم العادي. بننتقل لعند السكيورتي، وبهذا المكان فيك تحط باسورد للبيوس ببداية الإقلاع وليس للويندوز. بالنسبة للبوت، وهون بيهمنا الموضوع البوت ديفايس، مثل ما أنا شايفين أول خيار اللي معلم عليه تمام باللون الأبيض، بقول له انتر وبدخل عليه. طيب بنلاحظ يا شباب أنه المدخلات أو الأدوات اللي بدي أقلع عن طريقها هي الفلاش ميموري مثل ما أنا شايفين، وهذا جهاز ما فيه سي دي روم أو ما فيه سواقة أو قارئ أقراص مضغوطة. لرفع هالفلاش ميموري من هون لهون، كل ما عليك اتباع التعليمات اللي كاتب لك إياها، أنه الاف 5 والاف 6 لا تشينج، أنه التغيير. إذا بضغط F6 صعودا أو F5 نزولا. إذا رفعت F6 للأعلى، بالتالي صارت تتأقلع الفلاشة بالبداية قبل الهارد ديسك مثل ما أنا شايفين. طبعا بعد ما انتهينا من هذا الموضوع ورفعت الفلاش للأعلى، صارت هي اللي بدها تأقلع. بعمل خروج بالسكيب خطوة لورا. منشوف إذا في عنا أي خيارات تانية هون نخبركم عليها. ما في عندي أي شيء نهائيا، وهيك بنكون جهزنا إعدادات الإقلاع وصارت جاهزة. عندي هلأ الإكزايت مثل ما أنا شايفين بهذا المكان، فيني أقول له أنه الخروج مع سيفينج مع حفظ البيانات، أو الخروج دون الحفظ بالخيار الثاني، أو استعادة ضبط المصنع إذا كنت مغير أي إعدادات وحابب تراجع عنها. فيني أضغط على زر الـ F10 تمام عن طريق الكيبورد، وقول له عم يقول لي انه بدي اخرج مع حفظ الاعدادات، وبقول له اخرج مع حفظ الاعدادات. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.